أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يعجب ببلاد الكفار لأجل تنظيماتهم وترتيباتهم وطبيعتهم الخلابة؟ من يعجب ببلاد الكفار لأجل تنظيماتهم وترتيباتهم وطبيعتهم الخلابة، هل يكون منهم؟ الله جل وعلا قال لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا يجوز للمسلم أنه يعجب بما عليه الكفار من زهرة الدنيا، لأن هذا من استدراجهم والعياذ بالله، ليس لأن الله يحبهم، بل لأن الله يبغضهم ويستدرجهم. فلا يعجب المسلم بما عليه الكفار من زهرة الدنيا والثروات وإلى آخره، لأن هذا استدراج. نعم.